السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ ده سيكشن رقم 2 اونلاين. ده السيكشن بتاعنا النهارده بيتكلم عن الديسك ديفيوجن ميثودز. الطريقة ديسك يعني كورس، ديفيوجن يعني مدى الانتشار بتاعه. الديسك ديفيوجن هنا هبدأ ان انا اعمل اختبار للمضادات الحيوية ومدى فعاليتها على البكتيريا او النمو البكتيري، بتموت قد ايه، الحساسية بتاعتها بتبقى قد ايه. التوابل اللي احنا هناخدها، البرنسبل بتاعتي اللي هو الاساس اللي انا هشتغل عليه، الماتيريالز المواد اللي انا محتاجها، الميثود الطريقه اللي انا هستخدمها، البروسيجر اللي هو الاجراء اللي انا هعمله، واخر حاجه ان انا اعمل اوبزرف، الاحظ النمو اللي هيحصل ده، وابدا ان انا كمان ابدا ان انا اعمل له انالايز تحليل. نيجي دلوقتي، بتعتمد هذه الطريقة على مبدأ ان الكورس المشرب بالمضادات الحيوية اللي انا بضيف عليه المضادات الحيوية اللي انا بحطه على الاجار عشان اعمل اختبار لحساسية البكتيريا بالمضادات الحيوية، بيعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد على انتشار المضاد الحيوي من الكورس الى الاجار، وتركيز المضاد الحيوي اللي بيكون على حافة او المنطقة اللي على حرف الكورس بتكون مرتفعة، وتبدأ تقل التأثير ده تدريجيا لغاية وصول الى نقطة. النقطة دي ما بيكونش ليه تأثير للمضاد الحيوي على الأورجانيزم، ما بيكونش ليه تأثير مثبط للمضادات للبكتيريا، ما بيكونش ليه تأثير مثبط للبكتيريا. بيبدأ يكون منطقة او حلقة واضحة حوالين الكورس المضاد الحيوي. المنطقة دي بنسميها زون اوف انهيبيشن، والمنطقة دي ده بتظهر بعد التحضين، بعد ما بعمل انكيوبيشن للبتري للطبق بتاعي. الماتيريالز اللي انا هستخدمها بتبقى السورس اوف بكتيريا، الايكولاي، بتري بليت، الاطباق البتري بتبقى معقمة، كوتن سواب، والفورسبس، ملقاط، وبنزين فليم اللي هو لهب بنزين، وانتيبيوتيك كورس ديسكس، الانتيبيوتيك الاكراس بتاعت الانتيبيوتيك، وال بي بروس وال بي اجار. ال بي بروس اللي هي ليكويد، ال بي اجار اللي هي بتبقى السوليد. الميثود اللي انا بستخدمها اسمها كيرب باير تيست، يبقى دي الميثود اللي انا هستخدمها. بتتم ازاي الطريقه اللي انا بستخدمها او ازاي بتم التجربه بتاعتي؟ بعد ما بحضر الانوكولم بتاعي اللي هو البكتيريا الايكولاي، ازاي بحضرها؟ ان انا بجيب ال بي بروس وبضيف فيها، باخد كولوني واحده من الايكولاي واسيبها لمده 6 ساعات عشان بزود القوام بتاع الايكولاي في ال بي بروس عشان استخدمه بعد كده. بعد كده بحضر الاجار اللي بي اجار، وبعمل لها تعقيم في الاوتوكليف، وبصب الاطباق بتاعتي في البتري بليت واسيبها لمده من 10 ل 15 دقيقه لغايه ما يحصل لها تصليب. بعد ما يحصل عمليه التصليب لل بي اجار، المفروض ان انا دلوقتي ان انا اوزع الانوكولم بتاعي اللي هو الايكولاي، البكتيريا اللي انا هستخدمها، بوزعها في على السطح بتاع ال بي اجار بالتساوي عن طريق الكوتون سواب. يبقى انا دلوقتي عندي برضو ده اللي هو التيوب اللي فيها الايكولاي، باخد دي السواب، بحط السواب هنا وباخد على في الكوتون، وانا ابدا ان انا اوزع البكتيريا بتاعتي على الطبق البتري بالتساوي. بالكوتون سواب طبعا هتختلف طبعا عن كده، بيبقى الكوتون سواب المساحه بتاعتها كبيره، فبتاخد مسحه، بتعمل مسحه في الطبق كله، وفي الاخر بنسميها الكاربت كلشر اللي انا بستخدمها دي. بعد كده بعد 10 دقايق احط الديسك بتاعي. الديسك زي ما قلنا، يا اما انك الديسك ده يا اما بنعمله من الفلتر بيبر، ورق ترشيح، او ان هو بيبقى جاهز وبيبقى ليه قطر ثابت، وطبعا ما يكونش فيه الحواف بتاعته بتكون متساويه مش زي اللي انا بعمله ده. المسافات ما بين الكورس وبعضه المفروض بتبقى بمعدل ثابت، بحيث ان الزون، المنطقه اللي بتتكون، يعني الزون هنا اتكونت كده، المفروض الزون التانية تبقى بعيدة عنها،
ما ينفعش الزون تبقى جاية على بعضها. بعد ما بحضر انا حطيت الكورس اهو زي ما انتم شايفين كده بمعدل ثابت المسافات ما بين الاكراس وبعضها، وكمان المسافة ما بين الديسك وما بين حافة الطبق برضو بتكون بمعدل ثابت. بعد ما بعمل تحضين لمدة 24 ساعة على درجة حرارة 37 درجة مئوية، بيظهر منطقة بتلاحظها بنسميها دي الزون اوف انهيبيشن، بتبقى مثلا منطقة حوالين الكورس ما بيبقاش فيها نمو، ما بيبقاش فيها نمو للبكتيريا. وفي الاخر بعمل تحليل للبكتيريا بتاعتي، ببدأ ان انا اقسم هل البكتيريا بتاعتي ريزيستنت مقاومة ولا سنسيتيف حساسة ولا انترميديت اللي هي متوسطة. في جدول اسمه CLSI، الشارت ده ببدأ ان انا اقارن المسافة ما بين، يعني اشوف القطر اللي انا قسته ده هيطلع كم ملي متر، يعني انا بقيسه بالمسطره بالملي متر، وابدا ان انا اراجع الجدول اللي فيه بيقول لي ان البكتيريا بتاعتي حساسه والمقاومه. ده شكل الجدول. دي مضادات حيويه الانتي بايوتكس، المضادات حيويه مختلفه. ده السامبلز بتاعتها اللي هي الرموز بتاعت الكورس، التركيز بتاع مضاد الحيوي اللي موجود في الديسك، وهنا بقى بيبدا يديك المسافات بالملي متر الديامتر القطر قد ايه. يعني مثلا ناخد المثال بتاعنا اللي هو الامبسيلين مضاد الحيوي وامبسيلين كل الناس عارفاه. لو كان اقل من المسافه اقل من 11 ملي متر يبقى بتساوي 11 او اقل من 11 ملي متر فالبكتيريا بتاعتي بمالها بتبقى مقاومه. لو كانت مسافه من 12 ل 13 ملي متر يبقى البكتيريا بتاعتي مالها متوسطة في الحساسية. لو كانت بتساوي 14 او اكبر من 14 ملي متر فالبكتيريا بقالها بتكون حساسة. فنيجي مثلا نشوف هنا مثلا لو حطينا طلعت مثلا المسافة دي 13 ملي متر، ابدأ ان انا اشوف هنا يبقى 13 ملي متر يبقى البكتيريا بتاعتي مالها متوسطة في الحساسية. لكن لو ما كانش فيه نمو اصلا خالص، وهنشوف دلوقتي مفيش نمو خالص، ده معناه ان البكتيريا بتاعتي مقاومة او التركيز ده ما بيأثرش على البكتيريا. نشوف هنا مثلا دي طبق بيتري معمول، شغل معمول، البكتيريا اللي هو بيستخدمها الايكولاي، ودي مجموعة من المضادات الحيوية. بتبدأ تشوف الاختبار بتاع الفاعلية او تأثير المضادات الحيوية دي على البكتيريا او على النمو البكتيري. ده الامبسيلين، وزي مثلا الامبسيلين ده مضادات حيوية، شايفين هنا مفيش منطقة زون حوالين المنطقة هنا، فده معناه ان البكتيريا بتاعتي بتبقى مقاومة للمضاد الحيوي البنسلين، او ان التركيز ده ما يكونش ليه تأثير على البنسلين. زي مثلا الامبسيلين، شايفين الامبسيلين معدل الانتشار بتاعه كويس جدا اهو، والقطر باين. فانا ابدا دلوقتي بقيس منطقه القطر كله، بعد كده ببدا ان انا اقارنها بالجدول عشان اشوف هل البكتيريا بتاعتي حساسه ولا مقاومه ولا ايه. دي منطقه الزون اوف انهيبيشن. راجع تاني المنطقه ده الديسك، المسافه بتبقى من الديسك لغايه الكورس ده المفروض بتبقى بمعدل ثابت، بحيث ان هو منطقه الزون ما تجيش هنا، وكمان بيبقى ما بين الاكراس وبعضها بيبقى في مسافه بمعدل ثابت عشان برضه ما يجوش على بعض. دي الزون اوف انهيبيشن، دي زي ما انتم شايفين دي نقول عليها حساسه مثلا، ودي ريزيستنت لان ما فيش منطقه حوالين الديسك. ملخص للكلام كله ان الطريقه الميثود اللي انا بستخدمها اسمها كاربي واير، ودي بستخدمها عشان اعمل اختبار لحساسية الانتيبيوتيك على الاسبيسيفيك مايكرو اورجانيزمز. وادي شكل مثلا للديسك، وقلنا المسافات تكون واقعة بحيث ان ما يكونش فيه نمو، الزون ما تجيش على بعضها زي ما انتم شايفين كده. وبعمل اختبار لاكتر من انتيبيوتيك في نفس الوقت، يعني مثلا لو عندي انتيبيوتيك ديسكس A و B و C، ان انا اعمل انكيوليشن، بعد كده بحط الديسك وبشوف النمو بتاعي بعد 24 ساعة. بلاحظ بقى المنطقة اللي بتتكون دي اسمها زون اوف انهيبيشن، منطقة ما بيبقاش فيها نمو بكتيري، ودي البكتيريال جروس زي ما انتم شايفين كده، ومعنى ده ان موجود مين اكتر حاجة مقاومة، A بعد كده B بعد كده C، اكتر C هي اكتر حساسية للانتيبيوتيك ده. تمام، يبقى انت قدامك طريقتين، يا اما بتستخدم انتيبيوتيك واحد مضاد حيوي واحد
بس بأكتر من تركيز وتشوف معدلات التركيز دي وتأثيرها على النمو البكتيري، أو إنك بتستخدم أكتر من أنتي بيوتك في نفس الوقت وتشوف أنه أقوى فيهم بمعدل إن هو بيأثر على البكتيريا كده. بالسكشن بتاعنا خلص، سلام عليكم.